روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نأكل وما نشبع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلعلكم تأكلون مفترقين، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى عليه يبارك لكم فيه. في حجرة صغيرة فوق سطح أحد المنازل عاشت أرملة فقيرة مع طفلها الصغير الذي ربته على القناعة والرضا. عاشا حياة متواضعة في ظروف صعبة، لكن أكثر ما كان يزعج الأم هو سقوط الأمطار في فصل الشتاء. فالغرفة عبارة عن 4 جدران من دون سقف، ولها باب خشبي. وكان قد مر على الطفل 4 سنوات منذ ولادته لم تتعرض المدينة خلالها إلا لزخات قليلة وضعيفة من الأمطار. وفي يوم من الأيام تجمعت الغيوم وامتلأت السماء بالسحب الداكنة، ومع ساعات الليل الأولى هطل المطر بغزارة على المدينة كلها، فاحتمى الجميع في منازلهم. أما الأرملة والطفل فكان عليهما مواجهة موقف عصيب. نظر الطفل إلى أمه نظرة حائرة واندس في أحضانها، لكن جسد الأم مع ثيابها كان غارقا في البلل. أسرعت الأم إلى باب الغرفة فخلعته ووضعته مائلا على أحد الجدران، وخبأت طفلها خلف الباب لتحجب عنه سيل المطر المنهمر. نظر الطفل إلى أمه في سعادة بريئة وقد علت وجهه ابتسامة الرضا، وقال لأمه: ماذا يا ترى يا أمي يفعل الناس الفقراء الذين ليس عندهم باب حين يسقط المطر؟ لقد أحس الصغير في هذه اللحظة أنه ينتمي إلى طبقة الأثرياء، ففي بيتهم باب. يا أيها الإخوة، جبل الإنسان على حب الخير لنفسه والحرص على أن لا يفوته منه شيء، ولو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثا. قال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. والخير في هذه الآية هو المال، وفي هذه الجبلة كمال، إذ بهذا الحرص وهذا الحب يبحث الإنسان عن مصالحه ويحقق بقاءه، غير أن الدين السماوي يأتي ليخلص الإنسان من الشوائب والعلائق التي تعلق بفطرته وجبلته فترديها إن بقيت بها عالقة. فعندما يتحول الحرص إلى جشع ونهم وفجع وتمني زوال النعم عن الآخرين، وعندما يتحول حب المال إلى انتهاب وسلب وقلق وتصارع على متاع الدنيا، تأتي الشريعة لتعيد الأمر إلى نصابه وتدعو الإنسان إلى القناعة والرضا بما قسم الله، ليرتاح قلبه ويطمئن فؤاده ويسلم الآخرون من شرور جشعه وطمعه. فمن ملك القناعة عاش في راحة بال وطمأنينة نفس وانشراح صدر، ومن فاتته القناعة كان كالذي يأكل ولا يشبع. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، يعني في الدنيا، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. قال سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لابنه: يا بني، إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة، فإنها مال لا ينفد، وإياك والطمع، فإنه فقر حاضر، وعليك باليأس، يعني مما في أيدي الناس، فإنك لم تيأس من شيء قط إلا أغناك الله عنه.